بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب عمدة الفقه إلى كتاب الجنائز، وبعد أن انتهينا من كتاب الصلاة رتب العلماء على ذكر باب الصلاة باب أو كتاب الجنائز، وذلك لأن الجنائز فيه ذكر تغسيل الميت والصلاة عليه، فتلحق أحكام الجنائز بكتاب الصلاة، ويكون ذكرها بعد أو ذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، لأن فيه صفة ماذا؟ صلاة الجنائز، ولأن الصلاة من جنس العبادات فتذكر في باب العبادات. قال المصنف: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، والجنازة هي اسم للميت إذا كان على النعش أو على ما يحمل عليه، فيسمى ماذا؟ جنازة، ويطلق كذلك على النعش الذي يحمل فيه الجنائز إذا كان عليه ميت يقال له الجنازة. قال المصنف رحمه الله: وإذا توقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. أما إذا توقن موته، يعني إذا تيقن الناس أن هذا الرجل قد مات، فإن الروح إذا طلعت تشخص معها البصر، تشخص معها البصر، وتتبع البصر أو يتبع البصر الروح، فتشخص عيناه، فعند ذلك يكون منظر الإنسان ربما فيه ما فيه على غير ما اعتاد عليه الناس، فالأفضل أن تغمض عينه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمض عيني أبا سلمة، عيني أبي سلمة رضي الله عنه، لما دخل عليه عليه الصلاة والسلام فرآه قد توفاه الله وعيناه شاخصتان، أغمض النبي عليه الصلاة والسلام عيني أبي سلمة رضي الله عنه، ثم قال ما جاء في الحديث لأم سلمة: لله ما أعطى والله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، أجركم الله في مصابكم وخلفكم خيرا منه، إلى آخر الحديث. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أنه قال: إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال. وهذا من الأمور التي ينبغي مراعاتها، أن الميت عند وفاته يستحب إذا رآه إنسان أنه يدعو له، لأنه في موضع خروج الروح وحضور الملائكة، وموضع كما قال مسلم يؤمن له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما حضر إلا ودعا له، كما في قصة أبي سلمة لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاته قد دعا له وعز أهله به. قال: وإذا توقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. وشد ماذا؟ وشد لحياه، المقصود بشد لحياه أي فكيه، لأنه أيضا ربما في عند خروج الروح يكون فمه مفتوح، وربما يدخل داخل الفم الحشرات والهوام وغيرها، وأيضا حتى يعني يتم تغسيله فيخشى أن يدخله ماء، فلذلك إذا مات يشد ماذا؟ يشد لحياه أي يشد فكيه إذا كان مفتوحان، إذا كان مفتوحين. أما إذا كان فمه مغلق فلا يحتاج إلى شد لحياه، إلا إذا كان يرتخي عند غسله فإنه يشد أي يربط حتى لا يفتح. ثم قال: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، من أجل ألا ينتفخ البطن، من أجل ألا ينتفخ البطن. وهذا كان بعض الناس يفعله، ولكن ربما هذا يؤذي الميت، فلذلك الأفضل أن توضع اليدين على البطن، أن توضع اليدين على البطن ويلف عند ذلك، أو توضع على جنبيه عند تغسيله،
وبعد تغسيله يلف جيدا فلا ينتفخ البطن. أما وضع المرآة وضع حديدة فهذا يعني لم يرد فيه دليل، وأيضا ربما يؤذي الميت. قال: فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا. نعم، عند تغسيله تستر عورته، أي يوضع إزار موضع العورة ويغسل البدن، وبعد ذلك يغسل ما تحت الإزار. فلذلك قال: فإذا أخذ في غسله سترت عورته، أي وضع إزار عليها، ثم يغسل سائر البدن. قال: ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، قبل أن يغسلوه يعصرون بطنه حتى يخرج فضلات الطعام الباقية في جوفه، فحتى لا تؤثر على الجنازة بعد ذلك ولا تؤذي الجسم بعد ذلك، فالأفضل إخراجها عند غسله، وقبل غسله يخرج ما في بطنه. لكنه إذا عصر بطنه يعصره ماذا؟ عصرا رفيقا بحرمة الميت، كما قلنا، في كما أنه لا يوضع عليه حديدة ولا يوضع عليه امرأة حتى لا يؤذى البدن، بدن الميت والجنازة، كذلك إذا عصر يعصر عصرا رفيقا. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، أي يضع المغسل على يده خرقة فينجيه، أي يغسل مخرج السبيلين وينظف مخرج السبيلين مما يخرج منه من الأذى كالغائط والبول، فينجيه أي يغسله فينجيه بها. ثم يوضئه، أي يغسل أعضاء الوضوء، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده. هذه صفة غسل الميت، وهو أنه يبدأ بغسل أعضاء الوضوء، ثم يغسل الرأس واللحية بماء وسدر، ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ويكرر ذلك، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، في كل مرة يمر يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. أما تغسيل الميت بالصفة التي ذكرنا فيدل عليها ما جاء في حديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، لما غسلناها تقول أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وهذا يدل على أنها تغسل وترا، وأنها تغسل ثلاثا أو خمسا، يعني متى ما حصل الاكتفاء بثلاث يكتفى بها، إذا رأوا أنه لا يكفي فإنهم يزيدون إلى الخمس أو أكثر من ذلك حتى يحصل الكفاية. إذا رأيتن ذلك، يقول اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إذا رأيتن ذلك بماء وسدر. إذن هكذا أيضا كما ذكر المؤلف أنه يغسل بماء وسدر، كذلك ذكر في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل بماء وسدر. قال: واجعلنا في الأخيرة كافورا، أي يجعلوا في الغسلة الأخير ماذا؟ كافورا، لأن الكافور رائحته طيبة وتحمي البدن من الهوام والحشرات. قال: فلما، تقول أم عطية: فلما فرغنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم فألقى علينا حقوه، أي معقد الإزار، أي الحزام، كان عليه الصلاة والسلام قد ربط وسطه بحزام، فقال اشعرنها إياه، يعني فاجعلنا أول ما تكفنونها به بهذا الثوب الذي هو كان حقو النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان معقد إزاره مثل الحزام. فلما فتح هذا فإذا هو يعني مثل قطعة قماش، فغطي بها وكفنت به زينب رضي الله عنها. وفي رواية، هذا الحديث متفق عليه، وفي رواية قال: ابدأنا بميامنها،
ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ أيضا عند البخاري قال فظفرنا شعرها 3 قرون ألقيناه خلفها. هذه الصفة التي جاءت في تغسيل زينب رضي الله عنها هو ما ذكره المؤلف هنا، فقال ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده. قال فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، يعني أثناء الغسيل ربما يخرج شيئا من الميت من فرجه أو من مخرجيه، فإذا خرج شيء من البول أو الدم أو الغائط فإنه يغسله ويسده بقطن حتى لا يخرج منه، إما من أنفه أو من مخرجه إلى أو من أي موضع كان في البدن، فينبغي أن يسده حتى لا يخرج مرة أخرى. قال فإن لم يستمسك فبطين حر، أي إذا ما اكتفى بالقطن والقطن لم يؤدي غرض انسداء السد وبدأ تخرج أيضا، فإنه لا حرج أن يضع الطين الخالص حتى لا الطين خالص، لأنه سيكون الإنسان في قبره في تراب فيناسب وضع الطين عند ذلك. ويعيد وضوءه، يعني لأنه اعتبر أنه انتقض غسله فيعيد وضوءه. نعم. ثم قال وإن لم ينقى بثلاث نكمله في الفقرة التالية. ثم قال المصنف بعد ذلك قال وإن لم ينقى بثلاث أي بثلاث غسلات زاد إلى 5 أو إلى 7 ثم ينشفه بثوب، يعني إذا لم يكتفي بثلاث غسلات في تنظيفه إنه لا مانع أن يزيد إلى 5 أو إلى 7 أو إلى غير ذلك، كما دل عليه حديث معطية أنه ليس هناك حد وإنما القصد هو تنظيف جسم الميت. ثم ينشفه بثوب، ثم ينشف ماء الميت من الماء الذي عليه، ثم قال يجعل عليه الطيب، قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، أي يجعل الطيب في مغابنه، مغابنه أي الأماكن التي يكون منها الروائح الكريهة مثل الأباط ومثل عند الرقبة بين الأصابع قدم أصابع اليد، هذه أماكن مغابن تسمى، يعني يكثر فيها عرق الإنسان، فيستحب تطيب هذه الأماكن حتى يكون رائحتها طيبة. ومواضع السجود كالجبهة واليدين، وإن طيبه كله كان حسنا، يعني لا حرج أن يطيب البدن كله، لكن إن كان الطيب قليلا فإنه يبدأ بالمغابن ومواضع السجود، فإن كان لديه طيب يكفي لسائر البدن فالأفضل أن يطيب سائر البدن. ويجمر أكفانه، يجمر أي يبخر، الجمر أي أنه البخور الذي يوضع على الجمر فيسمى تجمير أو يسمى تبخير، فيجمر أكفانه، يعني لا حرج أن تكون الأكفان مطيبة. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، أي أنه لا حرج أن يقصر من أظافره ومن شاربه أن يخفف، لا حرج، هذا من كمال النظافة، إن كانت طويلة أخذ منه. ولا يسرح شعره، أي لا يمشط شعره وإنما يلف الشعر خلف الرأس. وأما بالنسبة للمرأة قال والمرأة يظفر شعرها أو يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها، وهذا ما جاء في البخاري في حديث معطية أن رضي الله عنها أنها قالت في ذكر صفتي تغسيل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها. ثم يكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا. هذا ذكر تكفين الرجل، فالرجل يكفن في 3 أثواب، قال فيكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، أي أنها ليست مفصلة على البدن وإنما تكون قماش مثل الفوطة مثل الإحرام مثل الرداء والإزار والفوطة، فهذه أقمشة حتى تلف على البدن لف، فليس فيها قميص ولا عمامة.
يدرج فيها إدراجا، أي يلف فيها فكأنما أدخل فيها إدخال. القصد ماذا؟ أنه يلف فيها البدن لف، يعني ليس لفة واحدة بل أكثر من لفة، فكأنما أدخل فيها إدخالا، أي يدرج فيها إدراجا. هذا المقصود بكلمة يدرج فيها إدراجا، أي يلف فيها أكثر من لفة. ثم قال: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يعني لا حرج في ذلك أن يكفن في بغير الأثواب، وإن كانت هذه عبارة عن قميص يعني مفصل على الجسم أو إزار ولفافة يعني عمامة لا حرج، لكن الأفضل الأكمل أن يكفن في ثلاثة ماذا؟ في ثلاثة أثواب، كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض وعليه ثوب. فلا حرج أن إذا ما وجدوا أكفانا أثوابا أنه يكفن في الثياب التي عليه، سواء كانت قميص أو إزار أو ثوب لفافة فلا بأس. والمرأة ما هو ما الذي يتعلق بالمرأة هنا؟ قال: والمرأة تكفن بخمسة أثواب، لأن المرأة أدعى إلى الستر من الرجل وأوجب في سترها من الرجل، فتكفن في خمسة أثواب كما جاء في بعض الآثار وإن كان فيها ضعف، إلا أن الفقهاء متفقون أن المرأة الأفضل فيها ماذا؟ أن تكفن بما يسترها، بما يسترها، فالأفضل أن يزاد في ثيابها. لكن لا يوجد دليل ينص على ذلك. الدليل وارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أمر أن تكفن المرأة بخمسة أثواب، أو في قصة زينب أو قصة أم كلثوم أنه أمر أن تكفن بخمسة أثواب، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف. لكن العلماء يقولون لو كفنت بأقل من ذلك وكان كافيا لا حرج، سواء أقل من خمسة أو أكثر منه فلا حرج، بشرط أن يكون ساترا لبدن المرأة. هذه الأثواب الخمسة كيف تكون؟ أولا قال: في درع، أول شيء درع يعني ثوب دراعة يسترها، ومقنعة أي خمار تخمر فيه يعني على جزء على رأسها، وإزار أيضا يلف فيها عليها بمثل الإزار الجسم الأسفل، يعني أولا يغطى سائر البدن ثم الجزء الأعلى ثم الجزء الأسفل، ولفافتين، ثم لفافتين على سائر البدن، على سائر البدن، وهذا أستر للمرأة. ثم قال المصنف بعد ذلك: وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، أي من أوصى بأن يغسله ويصلي عليه ويدفنه فالأولى العمل بالوصية، بل إن العمل بالوصية واجب إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا في ذلك. ثم إن لم يكن له وصي، الأب أولى الناس بغسله وتكفينه والصلاة عليه، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، هذا فيما إذا تشاح الناس في من يقدم، أما إذا وجد من يتبرع في ذلك والناس أدينوا في ذلك فلا حرج. وكما تعلمون أن في الدولة عندنا لا موجودين مغيسل، في ناس يغسلون للرجال وللنساء نساء، فلا حرج أيضا في ذلك أن يغسل غير أهله يغسلونه، لا حرج في ذلك. وفي المرأة قال: وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، يعني أيضا المرأة لو غسلها نساؤه هذا أفضل، وإن لم يكن نساؤه نساء غيرهن لا حرج في ذلك. كما تعلمون أيضا بالنسبة للنساء عندنا اليوم النساء يوجد من يتكفل بذلك فلا حرج، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، يعني إذا وجد ولي الأمر الأمير فإنه يقدم على غيره. قال: والصلاة عليه. الآن سيتكلم مؤلف عن صفة الصلاة، عن أيضا من المسائل يعني هذه الأخيرة التي ذكرناها، كثير من يسأل: هل يجوز الرجل أن يغسل زوجته؟ نعم، يجوز الرجل أن يغسل زوجته، والموت لا يقطع الحرمية التي كانت بينه، فيجوز الرجل أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أيضا تغسل زوجها، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعائشة: لو سبقتيني لغسلتك وكفنتك، وقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، لكن من هول الأمر ما استطاع نساءه أن يغسله
وغسله أصحابه. لكن هذا يدل على جواز أن المرأة تغسل زوجها وأن الرجل أيضا يغسل زوجته. قال بعد ذلك المصنف قال والصلاة عليه، أي صفة الصلاة على الميت، قال يكبر أو يكبر ويقرأ الفاتحة، يعني في التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي تعرف بالصلاة الإبراهيمية التي اللهم صلي على محمد، نقولها في التحيات اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. قال ثم يكبر ويقول، يعني بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. إذن تكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة التكبيرة الثالثة بعدها يدعو له ويقول ما ورد من الأدعية أو من غيرها مما يكون مناسب للدعاء للميت، ومنها ما ذكره المؤلفون ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. يعني الدعاء الأول ورد في مسلم، اللهم اغفر لنا لحينا، ورد في صحيح مسلم. أما إنك تعلم منقلبنا ومثوانا هذا لم يرد فيه دليل، ولكن لا حرج إن قاله. أما الدعاء الأول هذا جاء في صحيح مسلم. أيضا مما الأدعية يقول اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، أيضا هذا ورد. أيضا هذا الحديث أيضا ورد، وهذا الدعاء ورد، لكن اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. أما والسنة فهذه لم ترد، لكن أصبح العلماء يذكرونها بعد ظهور البدع. ومن توفيته فتوفه عليهما، أيضا من أدعي الواردة قول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وعده من عذاب النار. هذه كلها أيضا واردة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ومن عذاب النار وأفسح له في قبره ونور له في قبره، هذا كلها أيضا إكمالا للدعاء، كله ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ذلك، كما في حديث عوف بن مالك وغيره في صحيح مسلم أن مسلم دعا بهذه الأدعية في عندما صلى على جنازة. ثم يكبر أي تكبيرة الرابعة، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، أي بعد التكبيرة الرابعة لا يدعو ولا يقول شيء، وإنما يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. أيضا يشرع ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة. ثم قال والواجب من ذلك، طبعا صفة صلاة الجنازة هكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر أربعا، وهذه أكثر الروايات على ذلك. بعض الروايات وردت أنه عليه الصلاة والسلام كبر خمسة، وفي بعض أنه كبر ستة، وكله جائز كما قال السلف، إلا أن الروايات الأشهر أنه يكبر ماذا؟ يكبر أربعا، والتي جاء فيها أنها خمسة وستة فهي من باب الدعاء أو من باب تعدد الموتى، فإنه يدعو لهذا ويدعو لهذا ويدعو لهذا، وبعضهم حملها على أنه يدعى أولا له ثم يدعى لسائر المسلمين، والله أعلم. قال والواجب من ذلك، أي في صفة الصلاة، قال واجب من ذلك التكبيرات والقراءة، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء الحي للميت والسلام، هذه هي واجبات صلاة الجنازة، وأما غيرها فسنة، لم يبقى غيرها إلا الإطالة في الدعاء. ثم قال، نكمل في الفقرة التالية، ثم قال المصنف بعد ذلك ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، يعني من فاتته الصلاة عليه وجاء مثلا بعد أن انتهت الصلاة جاز أن يصلي عليه، إن كان في نفس اليوم فلا حرج في ذلك، لكن بعد نفس اليوم يعني إن جاء وقد صلوا عليه وهم يدفنونه فبعد ذلك بعد دفنه فلا حرج أن يصلى عليه، لكن بعد ذلك أكثر من ذلك هذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن كثير من العلماء يقول
أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر امرأة اسمها أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا، فلما قدم صلى سأل عنها فقيل أنها ماتت فذهب وصلى عليها وقد مضى شهرا على ذلك. وأيضا جاء في قصة المرأة التي كانت تخدم المسجد، كانت تقوم بخدمة المسجد بتنظيفه وتجميره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقالوا أنها ماتت يا رسول الله، قالوا لم تخبروني، قالوا دفناها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فصلى على قبرها. بعض العلماء قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه مقبول ومستجاب، وبعضهم قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، ولا حرج، المسألة إن شاء الله فيها سعة، ويجوز الصلاة ولو بعد حين، لكن إذا صلى عليه كثير فإنه يكتفى بذلك ويدعى له دون الصلاة عليه. قال وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، هذه يسمى صلاة الغائب، صلي عليه بالنية أي ينوي كأن الميت أمامه، الجنازة أمامه، فيكبر أربعا ويصلي صلاة الجنازة وهو ليس بموجود، لكن كأنه ينوي أنه ماذا موجود، هذه الصلاة ماذا صلاة الغائب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عن جابر أنه صلى على النجاشي لما سمع بوفاته، وكان النجاشي في الحبشة والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وسمع بعد ذلك بمدة بعد ذلك فصلى عليه، فماذا صلى عليه بالنية. وصلاة الغائب ذكر العلماء لها ضوابط، أولا أن يكون هذا الإنسان لم يصلي عليه أحد من المسلمين وأن يكون له شأن، فإن صلى عليه المسلمين وكان له شأن ويذاع في البلاد أن يصلى عليه، يعني شأن في خدمة المسلمين كخليفة المسلمين وكعالم من علماء المسلمين أو كمجاهد علم جهاده في فتح البلدان الإسلامية، هكذا ذكر العلماء، قالوا مثل ذلك مثل موقف النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فهذا أو لا لم يصلي عليه أحد فيجوز أن صلى عليه. لكن إذا وجد من يصلي عليه وهو من عامة الناس ليس من له شأن عظيم في المسلمين، فهل يصلى عليه صلاة الغائب إذا وجد من يصلي عليه؟ الأصل أنه لا يصلى عليه غائب، لكن إذا وجد كما ذكر العلماء اليوم أنه إذا صلى عليه عدد قليل ومنع الناس من الوصول إليه وكانوا يرغبون في ذلك، مثل وضعنا الحالي الآن نسمع بوفيات ولا يحضر إلا أقارب الميت، بعض العلماء أفتى بذلك والمفتي وفقه الله وسدده وبارك فيه أنه أفتى بجواز صلاة الغائب على الموتى فيما يعيشه الناس اليوم من الوباء، لكن الأمر كما نقول إذا وجد من يصلي عليه فلا يصلى غائب، لكن بعضهم أجاز إذا كانت كما قلنا صلي عليه عدد قليل ومنع الناس بسبب هذه الأوبئة، قال فلا حرج أن يصلى عليه بالنية صلاة الغائب. ثم قال ومن تعذر غسله لعدم الماء، يعني ما وجدوا ما يغسلون في هذه الميت يغسلون في هذا الميت، أو الخوف عليه من التقطع كالمجذور والمحترق، يعني لا يستطيع أن يغسلوه بسبب أنه محترق وبسبب أنه مجذور، يعني لا يعني فيه مرض معدي لا يستطيعون يلمسونه، كذلك اليوم لا يستطيعون أن يغسلوه المصاب مثلا بهذا الفيروس المعدي، ماذا يفعلون؟ أو لكون المرأة بين الرجال، يعني ماتت امرأة بين الرجال وأجانب، أو الرجل مات بين النساء الأجنبيات عنه، فإنه ماذا يُيمم، يعني يلف و يعني يأتي رجل فيضرب يديه على التراب ثم يمرر يديه على الميت، يمرر يديه على الميت، هذا هو تيميم الميت، هكذا ييمم. إلا أن لكل ثم قال إلا أن لكل من الزوجين غسل ماذا؟ غسل صاحبه، إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، يعني هنا هذه مسألة وهي كما أشرنا أن المرأة الزوجة هي التي تغسل زوجها، أما غير الزوجة فلا يغسله أحد، يعني بقية المحارم لا يصلح ذلك، إنما هذا الأمر للزوجة فقط. ف
فقوله في المسألة السابقة أو رجل بين نسائه وبين رجل بين النساء يعني ليس فيهن زوجة. أما بقية المحارم فلا يغسلونه، إنما يغسله الرجال. أما المرأة كذلك فإنها يغسلهن النساء ولا يغسلونها محارمها كالأب والابن، إنما يغسلها زوجها فقط. كما ذكرنا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو كنت قبلي أو لو مت قبلي لغسلتك. وقالت عائشة رضي الله عنها بعد أن غسل مسلم أصحابه ودفنه قال: لو استقبلنا من أمرنا لما يغسل مسلم إلا نساء. ثم قال: وكذلك أم الولد مع سيده. أم الولد بحكم الزوجة أيضا فهي التي أيضا لا حرج أن تغسل زوجها سيدها. ثم قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه. هذه من الأحكام الخاصة في من مات في المعركة، من مات في المعركة، الشهيد الذي مات في المعركة، وليس الشهيد الذي يأخذ حكم الشهيد كالمطعون وغيره، والمبطون والمبطون والمطعون الذي مات بالطاعون وغيره، فهؤلاء يصلى عليه، يغسلون يصلى عليه. لكن الشهيد الذي مات في المعركة، وليس أيضا ليس الذي مات بسبب جروح بعد المعركة، لا، مات في المعركة يعني بعد انتهت المعركة وجدوه ميت، هذا له حكم خاص، كما جاء في حديث جابر في قصة قتل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم، فلم يغسل أحدا منهم، ولذلك قال المؤلف: لم يغسل ولم يصلي عليه. قال: وينحى عنه الحديد فقط، يزال عنه ماذا؟ ينحى عنه الحديد والجلود، ثم يزمل في ثيابه، أي إذا كان عليه ثياب السلاح فإنه ينزع عنه سلاحه ويبقى عليه ثيابه التي كان يلبسها تحت اللبس الأسلحة، فإذا كان لبسه بعد ذلك باق فإنه يزمل فيه، أي يكفن فيه، يعني يلف بثوبه الذي عليه، وإن كفن بغيرها فلا بأس، وإن كفن بغيرها فلا بأس، يعني يبقى أو يبقى الشهيد على حاله لأنه في عبادة عظيمة، فلذلك يأتي الشهيد يوم القيامة بدمه وكأن له رائحة المسك، وهذا يدل على فضل من مات شهيد. وأن أيضا من الأحكام التي تناسب ذلك أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن إلا بثيابه حتى يبقى أثر هذه العبادة عليه فيبعث وهو ماذا؟ شهيد. نسأل الله لنا ولكم الشهادة في سبيله. قال: والمحرم أي من كان محرما ومات في إحرامه، أي لبس لباس الإحرام ثم لبى بحج أو عمرة فمات وهو في بثياب الإحرام، ماذا يفعل له؟ قال: يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه، ولا يقطع شعره ولا ظفره، كأنه لا زال محرما. وهذا جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وكان محرما فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، يعني يغسل بالماء والسدر، فالسدر ليس من الطيب ولكنه مادة، هذه النباتية السدر مادة معقمة تنظف البدن. قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، أي إحرامه ورداءه، يعني عفوا إزاره ورداءه، لبس الإحرام الرداء والإزار، والمرأة كذلك بثيابها لو ماتت ثياب الإحرام، واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، الحنوط الطيب، أي لا تضع عليه طيبا، ولا تخمر رأسه، أي لا تغط رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث متفق عليه، إذا ما يغطى لا يغطى رأسه، في رواية: لا يغطى رأسه وجهه. قال: ولا يقطع شعره ولا ضع، أيضا لا يأخذ من شيء من شعره ولا من أظافره لأنه محرم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي لا زال على إحرامه. وهذا أيضا حكم خاص لمن مات وهو محرم. ثم قال المصنف بعد ذلك: ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الآن هذه المسألة متعلقة في ذكر صفة ماذا؟ القبر، صفة ذكر ماذا القبر. ويستحب دفن الميت في لحد القبور، إما أن تكون شق أو لحد، واللحد هو الشق المائل في القبر، يعني الذي يأتي على طرف القبر بعدما نشق القبر يشقون له على جانب هذه الحفرة، الشق التي هي الحفرة يشقون على جانبه شقا آخر فيدخل فيه الميت، ويكون فيه ميلان بحيث إذا وضعت فيه الجنازة يكون على جهة القبلة على كتفه ماذا؟ على كتفه الأيمن ووجهه إلى القبلة. هذه فائدة اللحد، أنه تجعله ماذا؟ متجها للقبلة على جانبه الأيمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ذلك، قالوا اللحد لنا والشق لهم، أي غير المسلمين. لكن لو دفن بشق يعني بحفرة وضع بدون لحد لا حرج في ذلك، ويوضع فوقه لبن، ويفعل هذا في بعض الدول أنه يعني هكذا يضعون في شق ويضعون فوقه لبن طبوق. لكن الأفضل ماذا أو المستحب هو أن يلحد له. ففي بعض الأراضي يعني بلدانهم ما يستطيعون أن يضعون فيها لحد، فما يستطيعون إلا شق، فلا حرج في ذلك. أما استحباب وضع اللحد، وضع صنع اللحد للميت في قبره ووضعه في اللحد، فدل عليه ما فعل في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سلم دفن هكذا وأوصى أصحابه بذلك. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يدفن موتاه بيلحد لهم لحدا، كما في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا في مسلم. أيضا جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال بمثل ما قال سعد بن وقاص، قال الراوي ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه البيهقي وابن حبان صح. أيضا ذكر جابر أنه النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له في قبره ورفع قبره قدر شبر. وهذا هو صفة الأمر المستحب في وضع القبر، أن يكون في لحد وينصب اللبن عليه، اللبن الطابوق هذا الذي يصنع من اللبن، اللي هم يصنع من طابوق أو يصنع من اسمنت لا حرج، لكن ما يصنع من اللبن كان يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فينصب اللبن عليه نصبا، أي تسد هذا اللحد بماذا؟ بهذا اللبن، فيكون لحده كأنه حجرة خاصة فيه لا يصله شيء من التراب، لأن فائدة نصب اللبن أنه لا يصله شيء من التراب. ينصب عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل القبر آجر أو آجر أو آجرا آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. لماذا شيء مسته النار؟ حتى يعني يكون على باب الفعل والخير لهذا الميت، أنه قبره روضة من رياض الجنة، ولا يدخل عليه شيء مما مسته النار، فإنه من يعني الدلالة على أن هذا القبر فيه شيء من النار. لكن لم يرد في ذلك دليل، وإن وجد طبق المصنوع اليوم الحراري هذا الناري فلا حرج إن شاء الله، ولا يوجد دليل يمنع من ذلك. لكن قول المؤلف ولا يدخل القبر آجرا لأنه يصنع ماذا؟ بالفرن الناري، ولا خشبا لأن الخشب لا يتحمل التراب وربما ينكسر ويؤذي الميت، ولا شيئا مسته النار لأنه أيضا كما قلنا في الآجر أنه يدخل بالفرن، هذه الأشياء التي صنعت بالنار لا يستحب وضعها من باب الفعل للميت، حتى يكون شبها بأهل الجنة وليس شبها بأهل النار، لكن كله لا دليل عليه. قال ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياح. هنا يتكلم مشروعية التعزية،
ويسحب تعزية الميت، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعزي أهل الميت كما في قصة أم سلمة رضي الله عنها في وفاة أبي سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجركم الله في مصابكم وخلفكم خير منه، لله ما أعطى والله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبروا واحتسبوا إلى آخر الحديث. فهذا موضع تعزية، أي مواساة الميت، مواساة أهل الميت. فمتى ما رأى الإنسان آخر قد تأثر بوفاة قريب له أو عزيز عليه، فإنه يستحب له أن يعزيه، أي يواسيه ويخفف عليه مصابه، سواء كان في المقبرة أو في بيته أو في أي مكان، لا حرج في ذلك، وليس له وقت محدد، لا يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا شهر، يجوز في أي وقت. لكن لو اجتمع أهل الميت بعد ذلك في بيت دون تكلف ودون وضع أي شيء يدل على ذلك، يعني يخففون عن أنفسهم ويواسون بعضهم بعضا، وأتهم الناس كما نصنع اليوم نحن، لا حرج. لكن أن توضع الذبائح وتكلف أهل الميت وتوضع الزينة وتوضع الخيام إلى آخره، هذا لا ينبغي ولا يجوز، هذا من البدع، فلا يتكلف الناس في ذلك حتى لا يقعوا في المخالفة. قال: والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى ورآه رجل قال: تبكي يا رسول الله؟ قال: إن القلب لا يحزن وإن العين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك لمحزون، وإن يا إبراهيم ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إن لله وإن إليه راجعون. هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في وفاة ابنه إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى، فالبكاء مشروع، لكن البكاء مع ندب ونياحة هو الذي لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة وقال: هذه من أفعال الجاهلية، والنياحة شق الجيوب وضرب الخدود وذكر محاسن الميت على سبيل الجزع من وفاته والحزن الشديد لوفاته، هذا كله لا يجوز، هذا كله ماذا؟ هذا كله من باب النياحة، وهي من أعمال الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فلذلك قال العلماء: النياحة كبيرة من الكبائر، وندب الميت يعني ذكر محاسنه على سبيل التحسر عليه، فلا ينبغي ولا يجوز، لأنه هذا كله داخل في باب الجزع وعدم الرضا. والواجب على المسلم أن يرضى بقدر الله، فهو الذي أحيا وهو الذي أمات وهو الذي أعطى وهو الذي منع وهو الذي يأخذ وهو الذي يعطي سبحانه. ثم قال: ولا بأس بزيارة القبور للرجال. هنا من المسائل المتعلقة بالمقابر مشروعية زيارة القبور، فإنها تذكر بالآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إلا أن المرأة لها حكم خاص كما قال مالك، ويقول: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، لأن النساء من نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور، كما في الحديث: لعن الله زوارات القبور. فبعض العلماء كره ذلك، وبعضهم يرى أنه ماذا؟ حرام، فيحرم زيارة القبور بالنسبة للنساء، لأن النساء ضعيفات، وهذا الأمر يدخل عليهن الوجع، وربما أدى إلى النياحة والبكاء. ويقول: إذا مر بها، أي إذا مر بالمقابر أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الدعاء عند دخول المقبرة، ليس عند المرور بجانب المقبرة التي بينك وبينها سور، كما يفعله البعض اليوم، يمر بجانب المقبرة ويقول هذا الدعاء. هذا الدعاء إذا جئت المقابر، إذا جئت المقابر قصدت الدخول عليها، أما المرور بجانبها فإن هذا غير مشروع، كما جاء في لفظ الحديث أنه إذا أتى المقبرة، إذا أتى المقابر كان يقول: السلام عليكم، أو السلام عليكم، أو سلام عليكم. وكل هذه الألفاظ وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظ متعددة، منها هذه التي ذكرها المؤلف: سلام عليكم، أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون، نحن بكم لاحقون، إن شاء الله، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، إلى آخر ما ذكر المؤلف من هذه الأدعية، كلها مشروعة وجائزة. ثم قال بعد ذلك: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. نعم، هذا الأصل، هذا الأصل أنه كل قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك، من جهة ماذا؟ الذي دل الشارع هذا الأصل فيما دل عليه الشرع، مثل ماذا؟ مثل الدعاء له، مثل الحج عنه، العمرة عنه. لكن غير ذلك
من صلاة وصيام وقراءة قرآن وغيره، هل دل الشرع على ذلك؟ لا، لم يدل الشرع على ذلك، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، إذن ولد صالح يدعو له، أو علم انتفع به، أو صدقة جارية. إذن ولد صالح يدعو. أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سألت امرأة أن لي أبي شيخا كبيرا فحج، قال حجي عنه. وأيضا جاء في قصة الرجل الذي حج عن شبرا قال أخ لي لم يحج، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرا. فهذا يدل على أنه القرب التي تشرع للميت هي الحج عنه والدعاء، أما الصيام عنه فإنه إن كان نذر أن يصوم صياما، أو كان عليه قضاء من رمضان ولم يصم ما نذر فعله، أو نذر أمرا ولم يفعله، فإنه وليه يجوز أن يصوم عنه هذه الأعمال. إذن ما دل عليه الشرع نعم، أما ما لم يدل عليه الشرع فلا. مثل ماذا؟ تلاوة القرآن. بعض الناس يقول أن تلاوة القرآن وتصدق به ثوابه للميت، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قال أنا أريد أن أصلي وأهدي ثوابها للميت، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. مستقلا الصلاة مستقلة وقراءة القرآن أيضا، الصيام هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا كما قلنا القضاء والنذر، صيام النذر وصيام القضاء لا مانع أن يصوم عنه وليه. وبذلك نكون انتهينا من كتاب الجنائز أو الجنائز. كتاب الزكاة إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم، صلى الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من لديه سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يقول: إذا فاتتني صلاة الجنازة ووصلت وقت الدفن ويجزى أكثر من جنازة، فهل أصلي عليهم كلهم أم على واحد منهم؟ يقف على قبر واحد وينوي الصلاة عن الجميع، ينوي الصلاة عن الجميع ويقف عند قبر واحد. السؤال الثاني يقول: هل يعرف الميت من يزوره من الأحياء؟ لم يرد دليل في ذلك يدل على أنه يعرف الأحياء، وهذه أمور غيبية لا نستطيع أن نقول بها إلا بدليل، طالما ما ورد فيها دليل فلا نستطيع أن نقول فيها شيئا. سؤاله الثالث يقول: في بلاد الكفار يضعون المسلمين في صناديق، يعني في تابوت، فما حكم ذلك؟ لا حرج، وضع الجنازة في تابوت ودفنها لا حرج، لكن كما قلنا الأفضل ألا يوضع في خشب كما ذكر، لكن لو وضع لا حرج، لأنهم في بعض البلدان لا يوجد عندهم رمل، عندهم طين، فحتى يحفظونها من وصول الماء إليها لا حرج. أيضا يقول سؤال: بعد الفراغ من الدفن والدعاء الميت، يعني إذا بعد أن يدفن الميت يقفون عند قبره ويدعون له كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف ويدعو ويطيل في ذلك، وجاء أنه يرفع يديه ويستقبل القبلة، وهذا جاء في مسلم أنه رفع يديه ودعا، فما في حرج أيضا يقول يرفع يديه ويستقبل القبلة حال الدعاء، هذا أفضل، وإن دعا بغير رفع يدين وبدون استقبال القبلة لا حرج، لكن الدعاء ورفع اليدين واستقبال القبلة هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، وفعله مشروع وجائز. السؤال التالي يقول: بعضهم يدعو ويضع يده على القبر، يعني يجلس عند القبر ويضع يده قبر ويدعو، هذا من البدع ولا يجوز فعل ذلك. وردني سؤال على الخاص يقول: بالنسبة لغسل الميت بماء وسدر متى يكون؟ بماء وسدر يكون بعد أن يغسل بيغسل أعضاء الوضوء، بعد ذلك يغسل بماء سائر البدن، يغسل بماء ماذا؟ بماء وسدر. لما يعمم البدن بالماء يضع معه ماذا؟ يضع معه السدر، ويجعل في آخر غسله الكافور، يعني الطيب الذي هو الكافور الذي يوضع مع الماء في آخر غسلة. وأما الغسلة التي تكون بعد غسل أعضاء الوضوء بعد تنظيفه وتغسيل مواضع وتنجيته، وبعد ذلك غسل أعضاء الوضوء ثم يغسل ماذا؟ سائر البدن بالماء والسدر مرة ومرتين وثلاثة أو مرة أو ثلاثة أو خمس، ويجعل في الأخيرة كافور. نعم، هذا توضيح للسؤال.